مين عمي رشيد؟ خليل فاروق. شو لوين رايح؟ لعند عمي ابو نزيه؟ ايه والله. ايه عرفت. الهي الهي شوفك عديلي يا راشد. ما حدا بيعرف الاسم وين يا فاروق. ايه والله ايه والله. الله يجعل لي اسم من بيت ابو نزير بجاه كل مين له جاه عند رب العالمين ان شاء الله. وينك راشد؟ يعني بمعيتك اذا بتدس لي نبض وتشوف لي عمي ابو نزير بيعطيني بنته الصغيره ولا ما بيعطيني؟ يستر على عرضك يا فاروق، انا لا دخلني ولا خرجني بهيك قصص، بعدين انت بتعرف بالاصول. ايه والله ايه والله. شو قصدك عمي راشد؟ قصدي واضح فاروق، البيوت تنفتلها من بوابها، ولا أنا غلطان؟ لا، محشوم، محشوم عمي راشد. عن إذنك. الله معك عمي راشد. ما في مرحبا أبو غسان؟ أهلا، أهلا يا ولد. ايه عم يا ابن نزير، بدي اطلب منك طلب. امور ولو؟ بدي اخذ اذنك وانزل انا ومنى بكره نختار غرفتك. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. عبال عندي يا ابي، كله عم يتجوز. ايه والله عبال عندك، ايه والله لازم نفرح فيك بقى. ان شاء الله. سلامة فهمك حجينا، يعني انت ملك السوق وبتعرف شو عم يصير فيه. ايه بعرف، ما في نقطة سكر. ومحسوبك عنده 10 طن سكر. بقى خذهم جربهم، الحشم بالسوق وشوف شو بتطالع مربح. يا سيدي انا ما بشتغل الا بالسليم، بالنور وبالعتمة. اه؟ معناتها خربطنا بالعنوان. اتو تلور حجي. الله معك. لك يا ميت اهلا وسهلا بام راجي. اهلا فيك يا عمري، خليكي يا رب. الله يسلمك. مرت عمي شوفي هذا الموديل، هذا اللي اخترته لفستان عرسي، شو رايك؟ ايه بالله تشوفي لي اياه وتعطينا رايك فيه. كلكم ذوق ما شاء الله، عقبال جوازة الدهر يا رب. ام راجي بتعرفي انه كل الموديلات نقتهم منى؟ تقبر قلبي شو مزوقه مو مزوقه؟ لا تسلم لقلبي منى، عقبال لما بشوفك على الاسكي انت وراشد يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. تسلميني مرت عمي. ايه سيدي انت حر، انت حر. النصيحه كانت بجمال، بس انا حابب اشتغل معك وبدي احط ايدي بايدك. وانا جاهز، بس ابعدني عن الاعيبك الله يرضى عليك. الله عليك يا حجينا، الله عليك. لك الله يهنيك بالمنام اللي شفتك فيه. قول الله حجي، قول الله. لا اله الا الله. استمني الوش. السلامة. صغري ليش ما اخذته؟ في شرف السكر فيه مربح. وانا ما بدي هالمربح، شو رايك؟ وليش بقى؟ يا صهري نحن ما دخلنا فيها. لك شو ما دخلنا فيه؟ لك هي اسمها سرقة، سرقة. لا صهري لا سرقة ولا شيء، قال سرقة. انت عيب مسكوتك الله يرضى عليك. ولكن قالوا نعم. يا حبيب قلبي هالراشد شو بيفهم ومزوي. ان شاء الله الهي عبال فرحتك بسموره. تسلمي يا خالي بحياتك ان شاء الله. تسلمي اختي ام نزير، تسلمي. صاحب بدي اسالك ام راشد، شو اخبار سهيل؟ عم يبعث لكم مكاتيب؟ والله بيني وبينك مكاتيبه قليلة، مثل هلات القمر، مسكين مشاغله كتير. يا ستي إن شاء الله بيرجع سالم غاني. آمين آمين يا رب العالمين. الله يعينك يا أم راشد، شو تعبتي بحياتك، ربيتي ولادك كلهم على تنقاية اللوز، محل كبروا وصاروا شباب، الله يصلحوا هالسويد، حمل حاله وسافر وما سأل على حدا. لين الله. والله راشد على طول بيقول لي الله يقدرني نسي امي الايام السود اللي عاشتهم. الله يرضى علي، الله يرضى عليهم كلهم يا رب. امي ماما امي عاملين لنا كاسه عصير، يو مشان مرت عمك امي. انت امي ماما، يلا سمونا تعي كلام امك. اه الله يبعث لهم ايام حلوه يا حق. Thank you.
شو أسامة؟ رح تقضيها رسم؟ أهلين سامي، شو ليش تأخرت؟ رحت على البيت حطيت شنطايتي، قامت ماما بعتتني اشتري غراض. يلا أسامة خلصنا بقى. عم أقول لك جاية دقيقة. إذا بدك تضل ترسم أنا بدي أقوم روح. يلا يلا جيتك. هات لشوف. عاد اليوم بدي أخذ طاري منك. أنت متأكد؟ أنا بورجيك. طيب ماشي. شو شايفك أخذت الحجار البيض؟ إيه اليوم بدي ألعب بالأبيض. لك إذا بتلعب بالأزرق بدي أغلبك. خسر لك اياه بالشطرنج هلا هلا شوف 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 شو بدي اغلبه انا معلش حبيبي معلش بكره بضرب لك اياه انا بوالبوني يلا العاب العاب ولا خايف تخسر تفضل يا سيدي سيدي ما كل هلا ان شاء الله طب معلم عوضين ان شاء الله سلام لك شبك لك خالي ليش عم تنفخ شو صاير لك فهمني من هالدنيا يا اختار من هالدنيا ناس معباية مصاري وناس ملاية تاكل له يا خال له يا خال الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم لا تكون حسود لك امتى الله بده يرزقنا يا خال امتى لا اله الا الله بدها صبر خالي بدها صبر الله شايف لك ما في بعد الصبر غير المجرحة والقبر وحد الله خالي لا تحملها كثير لا تحملها حبة تفضل ابو غسان هدول رعبون العشر طن سكر لك يا عيني عليك يا ابو عماد يا ملك السوق انت ريحة المصاري بتشفي من 20 دواء لك تقبل عظامي ابو غسان شو بيصحن لك سكر انا باخده ما تعرضه على حدا تاني الله يخليك واكراميتك محفوظة تكرم عينك ملك والله ملك السوق معناته انا رايح اربط مع زلمتي وراجع لها توكل على الله لحظة ابو غسان هدول الاولاد لك ان شاء الله من ايد ما بحترمها مع السلامة معلم شو رأيك بكاسة شاي؟ سكوب مو على عيني أحلى كاسة شاي عماد وينه؟
راح لعند ام راشد نقاية. لك شو قصته؟ ما بتفالح غير بنروح لعند ام راشد؟ والله يا معلمي ما بعرف، ما بعرف. تأمرني شيء؟ سلامتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه السمر؟ خدنا على مو بسمر والسهر والليل والنجوم وعيون الناس واللي مال الخوف. السمر السمر من السمر السمر من السمر السمر. يلا ابو قاسم شو بك؟ حاضر معلم. خفة. حاضر معلم. وعلوز وعلوز يا أطلع عمرك ما أغلظك. يا خليلي يا حبيبي يا حبيبي لو بقلبك قد الله يعافينا ياك يا حجي. الله يعطيك العافية. الله يكرمك. بالحارة التقينا والحارة صفرة والتقوا عينينا لعاشر مرة جربت احكي كلمة. يلا ابو قاسم شو بدي سلك النار؟ شو حليان صوتك اليوم علم؟ يحلى وبرك إلهي. يا رب استوى اللوز معلم. وعلوز جربي يحكي كلمة يسألني عن اسمي. سيدة سمورة سمرة يا سمرة مرة بمرة شغلني هواكي. سمورة شو غني لك؟ لك مين يقبرني جماله أنا؟ لك مين يقبرني كسمه؟ يا أخي هالضحكة معك. شو؟ 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 ما في غنية. مرحبا سعيدو. أيمن. خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو بقلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي. وزيت اللوز ودينا اللوز وقلنا لأم راشد مثل ساجو عليهم. انت شو قصتك؟ ما بلاقيك غير لزقان ورا المكتب وما بتتفالح غير بنروح لعند أم راشد. خلص اذا بدك ما بقعد تتحرك من ورا المكتب. بدي اياك تفوت لجوا وتتعلم الصنعة مو تضل لزقان هون ورا المكتب. المكتب ما بيسيك معلم. بدك تصير معلم صحيح جوا مع العمان. على راس بضل بتعلم.
الوالدة بتسلم عليك تقول لك لا تنسى المصاري. يخزي العين على أمك، يخزي العين، فايقة ورايقة، قسما بالله رح طقني بتصولة. يعني ضروري كل سنة سافر لأوروبا؟ لك يا بابا ليش عم تعيط علي؟ عيط عليها لا لا روح ما خرج فيك ولا لا خرج فيك لك انقلع من وشي أبرج من الطريق. ومنعتها من تأدية مهامها ومتابعة التقدم. تعلن القيادة العسكرية أن على الشبان الاحتياطيين الحاملين للرموز الآتي ذكرها الالتحاق بأقرب شعبة تجنيد أو مركز شرطة أو الالتحاق بوحداتهم الأساسية. نمر 1 سلوم صقر. يا لطيف يا لطيف يا نعيمي. هاي حرب يا راشد حرب، في فرق كبير بين الحرب وبين الحب. حرف واحد بينزل بين الحاء وبين الباء بيخرب الدنيا. وبدل ما الشاب يقطف وردة بهدية لحبيبته بهدية روحه هو عم دافع عنها وعن أهله وعن ناسه. إيه الله يسرنا. والله الله يجيرنا. وزير وهيك كيف شايف في حالك يا راد حسن؟ والله الظاهر يا سيادة العقيد مالي خبز معك. لك عم لك كش وزير شو بك يعني تسهل معك يعني؟ يعني إذا فيك تزبطها. لا والله ما راح تحلم فيها. وهي وزير. احترامي سيدي. مرحبا أبو أسامة. أهلا آصف. أهلين سيدي. شو؟ شايفك مكركبة باللعبة؟ اي والله يا سيدي حاكم سيادة العقيد حريف بلال. مزبوط ابو اسامه خصم عنيد. يعني شو ما راح تلعب معي؟ لا 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 الله يخليك اعوذ بالله انا مالي قدك منو اراحتك. صفاره شباب سنك.
أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من دمشق. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الهمجي على لبنان، ففي الساعة 5:30 من فجر اليوم استأنفت قوات الاحتلال عدوانها على لبنان، وقامت طائرات الاحتلال الصهيوني بعشرات الغارات وقصفت مختلف الأراضي اللبنانية مستخدمة الصواريخ والقنابل المحرمة دولية، واستهدفت في قصفها الوحشي المدن اللبنانية صور وصيدا، وطال القصف العاصمة بيروت. وركزت الطائرات المعادية على المصالح الحيوية والبنى التحتية من محطات الكهرباء والطرقات والجسور والأحياء السكنية وحتى المستشفيات. وقد تصدت طائرات سلاحنا الجوي في سماء لبنان للطائرات المعادية وأجبرتها على الفرار باتجاه البحر. وبرا واصلت قوات الاحتلال قصفها على عدة محاور في جنوب لبنان، محاولة التقدم للسيطرة على بعض التلال الاستراتيجية في براشيت وجزين وبنت جبيل. هذا وتواجه قوات الاحتلال مقاومة عنيفة من القوات العربية السورية المتمركزة في لبنان، والتي تتصدى لها ببسالة وعلى كافة المحاور وتكبدها خسائر فادحة. كما يتصدى رجال المقاومة وتضيع مني. لا تخاف ما بتضيع، خليها تعلي وتوصل للسما. ايه عليلة عليلة كمان. يلا ماما ايمان تعاكل وحاجتك لعب. شو يعني يوم الجمعة تعاكل؟ بعدين عندك دراسة. يلا لحقين على الدراسة بدي العب. لحقين على اللعب اللي مو على الدراسة. جايتكم ايام عطل كتير، بدنا تلعب انت واخوك كتير. روح نادي اخوك اسامة وتعوا كل انت وياه. يلا قوم مشان تدرسوا بعدين. يلا 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 بسرعة. نيالك يا عمو ابو اسامة، بتشوف الدنيا من فوق مثل العصافير. مشان هيك بدي اطلع طيار مثل بابا. عصفور يعني؟ نسر مو عصفور. تعرف شو أسامة؟ بس أكبر بدي أتعلم كيف بيسوق الطيارة. شو هاد؟ شلون هيك؟ أنا بعرف البنات ما بيروحوا على الجيش. لا مو على الجيش، بدي سوق طيارة مدنية. إيه والله صح. أسامة نزال كلم أمك. يا الله شو بها؟ أنا نزال إفطار وأنا وياك على الدراسة. يا الله ما صدقت انت على الطيارة. بعدين اليوم جمعة ضروري الفطور هلا. ايه ضروري الفطور كتير، لانه النسور لازم تاكل كتير منيح ويقوى ريشة وتطلع لفوق لعند النجمات. تفضل تقبرني ابو نزيل. الله يسلم هالديات. ودياتك يا حق. عادتي عنك امي، يسلموا ايديكي. لا معلش تقبريني، انا عم صبلك حبيبة قلبي. تفضلي. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. يا سلام شو القهوة هي؟ ظريفة مو؟ من ايديك. الله يخلي لي اياها. صباح الخير ويا بكر.
ويا قشطة على سكر، واللي ما بيتصبح فيكن ان شاء الله نهاره بيتعكر. لا توبري قلبي توبري قلبي. يسلم التم ما تبوسي تحت. يا على قامتك ما اقواكي، منين بتجيبي هالكلام انتي؟ لك اطالع على ستك ام ابوكي الله يرحمها. تعيشي. معناتها ستي حكياتها حلوين كتير كتير مثل امي تمام. ايه وحما ان شاء الله. ليش عم تضحكوا انتو التنتين؟ ايه والله معها حق. مين امها؟ لا امها. امي الله يرحمها ما كانت تشوفك بعيوني، ولا كانت شافتك احلى وحده بالدنيا. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي ولا يحرمني اياك يا حق. بابا ايه بابا ايه حبيبي ابو ريحه ما لا ريحه وري لك يا بابا يا حبيبي مو كل الورد له ريحه في ورد له ريحه وفي ورد ما له ريحه بس بوعدك بوعدك اني جيب لك في البيت ورده الها ريحه مبسوط ريحه ايه 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 يلا حبيبي يلا خليني اسقي الابر منيح ها ساعتهم. وهسا بدك تجيبي لنا واحد تاني. ابوكي بده هيك. الله يعطيك العافيه يابا. اهلين يابا. أهلين. الله يعطيك العافيه ام احمد. اهلين ابو احمد. هات عنك يابا هات عنك. الله يرضى عليكي. سوي لي فطور يابا. تكرم يابا. يعطيك العافيه امه. الله يعافيك يا امه. بشوف ما نزلت على الشاف. اليوم كان بي عندي سقاية بكير، إن شاء الله بكرة بنزل يمه. يمه لا تنسى يا حبيبي تروح تشوف أخوك الله يرضى عليك. إن شاء الله يمه إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you.
شرقاوي. شوف يا شرقاوي يا ابني، الدولة الحكومة بتعتبرك نفر واحد، فأنا مش ممكن أعتبرك نفرين أبدا. افرض إنك مت، يبقى فين التاني؟ يلا يا نبيه، يا نبيه نبيه. انت يا سي نبيه يا جناب المدير المالي. ايه يا فندي ده؟ داخل المكتب بحصانك ومن غير استئذان؟ لازم احط لكم لمده حمراء؟ يا سلام، معلش يا جناب المدير، اللي فينا بحصاني عند عمك اسماعيل. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. أيها السادة، جاءنا الآن ما يلي. صرح ناطق عسكري بما يلي: في إطار التصدي للقصف الإسرائيلي ومنعه من إنجاز مهامه في لبنان، اشتبك بعض من تشكيلاتنا الجوية مع الطيران المعادي، وقد كانت النتيجة إصابة طائرة معادية واثنتين من طائراتنا. هذا وسنوافي حضراتكم بأهم المستجدات في نشرات الأخبار القادمة. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. حبيتك بالصيف
ايه شو هالنشاط هذا سيد ايمن؟ لك تقبر قلبي تقبر قلبي. صباح الخيرات واللي راح. ايه امي يلا امي يلا. اسامه تاخرت على المدرسه يا ماما. يلا يلا ماما يلا خلصت راح البس روح على المدرسه. هلا بعلق دقنه. مين هذا؟ واحد بده يكبر بسرعه. أنا محسن أبو أحمد مرت أخوي. يا أهلا وسهلا تفضل. يلا يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أم أسامة؟ الحمد لله. ليش هيك معزم حالك؟ الله يسامحك يا بنت الحلال. ما في شيء من الواجب شوية خضرة من حاكلة الدار. أهلا 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 عمي أيمن. أهلا أهلا يا الله ما أجودك. زين زين أمي. يا حي الله. كيف عمتي وكيف الأولاد؟ والله الكل بخير بدعوا بسلامتك وبيسلموا. الله يسلمك. الله يسلمك. أهلا وسهلا تفضل. يسعد رب الله الصدرية ما أجودها. أهلين عمي. أهلاً أهلاً كيفك؟ أهلين عمي أهلين. أهلا وسهلا تفضل. أهلين عمي الله يسلمك. كيفك؟ كيفو أحمد وستي؟ الحمد لله كلهم بدعوا بسلامتك وبسلموا عليك. أنت شلونك؟ الحمد لله ماشي الحال عمي. أقرايتك شلونها؟ منيحة الحمد لله عمي. السنة هاي عندك كفاءة بدك ترفع راسنا. ها راسكم مرفوعة بإذن الله عمي. ما شاء الله وكان عنك عمي والله وصرت شب. نحن منعجبك عمي. تسعد رب الله اللي خلقك انت. رح ساوي لك قهوة. يلا يلا. اهلا وسهلا بالمهلي. الله حياك عمي وحي البطل. لك الله يسلم الدياك يا فاروق. يا عين يا عيني على الشايات. ايش هو هاد؟ اكرك عجب. خلص بليز صحتين وعافية. اخ مسكوا عم بخار. هلي انت شو لك بالعقار حجي؟ هلا انت ما بدك زبون يشتري منك وبالسعر اللي بدك اياه؟ امبلا معناتها اترك الشغله علي وعدم المؤاخذه. اللي بدك تعطيه للمكتب العقاري بتعطيه لي اياه. يا سيدي عندي بيت 4 صوفة بالمهاجرين وعندي بيت تاني بضاحية الدمار لساته على العظم مساحته 150 متر. شو بيسوى هاد وشو بيسوى هاداك؟ هلا بيت المهاجرين بدها تقول بحيطان 400,000 وتبع ضاحية الدمار 150 وعلى البازار إلنا حكي تاني. وأنا بهالكم يوم ما بتلاقيني إلا جبت زبون وجيت لعندك وما بتكون إلا رضيان. تكل على الله. ايه سيدي مع السلامة. لك ان شاء الله ما بحترم الوش. يا سلام. يخرب بيته شو هاد شو هاد بده يبلع الدنيا. الو مرو سعيدو شلونك؟ تعيو سعيدين كيفك تمام؟ كيدك تريك تريك بودك بابا اهلين بابا اهلين حبيبي. كله الله يرضى عليك الله يرضى عليك. قولك الله يرضى عليك خليني اياك ربي اسلم الديار. يا ابني انا بصب لك انا بصب لك تعال. بروشي قايو بصابوني بصابوني على عيني. شرب شوي 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 شوي, شوي.